عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على النبي. دلوقتي يا جماعة، أي حد هيعمل أضحية وراح يشتري بهيمة من السوق لازم يجسها، لأن أقسم بالله لسه جاسس واحدة دلوقتي 10:50، والصبح الناس جايبين لواحدة لقيتها 10:05، وهما شاريين فاضي وهيعملوا أضحية وهيذبحها. فالناس تاخد بالها، عامل الفيديو ده ليقدر الناس بتضحي، الناس تاخد بالها ولازم تجس، جس في السوق، جس في بيتك، وتبقى فلوس، أهم حاجة تبقى فلوس على الجس. إن بقيت فلوس على الجس هتعرف يعني ترجعها تاني، لو طلعت عشر تعرف تتكلم تاني، أو أنت في السوق جسها واعرف الجساس، وبرضك روح البيت وجسها تاني لو أنت مش واثق فيه. فلازم الناس بتوع الأضاحي اللي بتجيب بهايم نتي وتضحي بيه، أهم حاجة تجس، لأن يقسم بالله هو كل سنة كده، كل سنة بتروح تجس عند فلاح بتلاقي عنده مثلا البهيمة عشر وهو شراها فاضية يا عيني. وفي ناس يا عيني بيشتروها فاضية من قلب السوق ويروح يتبعها يوم العيد اللي جاء فيها عجلة 7 8 8 شهور يعني. فالناس تاخد بالها، ويا ريت اللي يشوف الفيديو ده يعمل له شير واشتراك، لان الناس ايه مش واخده بالها بالفعل، اكتر الفلاحين غلابه ومش واخدين بالها. يعني انا والله العظيم قلت ما اعمل فيديو ده انبه الناس، لان الناس طيبين، اقسم بالله بقول للراجل 10:50 وماشيه في الرابع مش مصدقني، يعني شراها فاضيه من قلب السوق. وبتاع الصبح، بتاع الصبح ده ذكي جو، جالي البيت بالبقره بالتاجر، قال لي تعالى جسيه، جسيتها لقيتها 10:05، خدها ومشي وحسب على اجره العربيه وشكرا على كده، ما كانش دافع منها فلوس خالص، ده ذكي. انما بقى الناس بتروح تدفع فلوسها على اساس انها فاضيه، ولو ما جسدش تطلع ايه بقى يوم العيد تلاقي فيها عيد، وده حرام عامه، وربنا يسترها علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا المعلم شعبان ابو هاني والمعلم مساعد. مرة شوف الزاويه بتاعتها بايظه اهي، احنا قلنا برده كنصورها عشان الزاويه، شوف ما بيعرفش يمشي، يجي يمشي ما يعرفش يمشي، الزاويه كلها بايظه. ايوه امسك يا باشا، انزل يا باشا هنا، انزل يا باشا، ولا اقول لك امسك ماشي طالما هو حلو، ولا اقول لك تعال. ممكن تقلبها كده تيجي معاك تبقى حكايه، جيب الكفه الكبيره بسرعه. ايش هو مبسوط الجحش، مبسوط ان احنا بنعمل، مبسوط منك ايش هيك. خلي بالك ساعتها هتحطها على الارض هتلاقي في فرق جامد. عملت ازاي؟ بندو ده حد هاني لان الزوايا شوف ظبطت ماشي، واخد بالك؟ ما احنا بنستنى فيك يا محمد، يعني بنستنى يعني ما شاء الله اهي، يعني الزاويه دي من زاويه دي يعني شغل تاني، ولسه بقى ايه هنظبط ونروق عليه. والله إيه. انت كفي ده، بدي كفي دي مش عارف، ارفع ايدك فوق شويه، ارفع ايدك فوق عشان تليفون، ارجع ورا، ارجع ورا، ارجع لورا يا فارس وارفع ايدك لفوق هتجيب معاك. الدنيا فاضيه اهي، هو ممكن يعمل كده اهو المعلم فارس، مالكش عامل كده، ليك صنايع كده زي ابوك كده اهي. انا خايف من متى تنزل تشتري ماما يا ابني؟ ايش تبع المعلم شعبان؟ الاسم الغالي ده اسمه مرحوم. لسه عايش والله. ربنا يدي الصحة يا أخي. إيش إيش؟ أنا عايز أروح لأم. ده هيجيب برسيم إن شاء الله. آه لا احنا قاعدين كده، وقاعدين بجحش، انت عارف مين خلك؟
لا ده واحد من السيرس. العمارة الجحش ده ابونا داود ابو علو العلو بابا ده. طيب ربنا يبارك لك فيه. هو بقى قلة الرضاعة بقى. هم انا ما مرضيش خالص يا شيخ. عايز انتشوا بقى اشكار الدش يا حاج. ركبوا حاجة لبسوا حاجة في رجلي. خلصوا النهارده ربنا. اي خدمة يا استاذ هاني. حبيبي. مرضي. مرضي يا اخي. برضه. بتاع سخنة. سخنة؟ سيب يابا. ده ما سخنة مطرح الشغل. انت هتحط رجلك الاثنين. نزل ده هاني كده على الفريح الثاني. هو ايه اهو. باين ايه؟ شوف دي من ديو. سيبه بقى على كده بقى. عايز سمع حاجه ثانيه؟ لا عايز سلام. عايز سمع عليكم. ارفع يا صاحبي. نور من دي يا دسا. نعم. دي من العزبة الثانية. من دي يا نور. ارفع الثاني الضوء. حرق البني. ما رضيش باللي بيشرب ورضي باللي بتاجر. دي بيشرب رضي. دي بتاجر. اسم محترم. بني يعني محترم. تيجي النهارده اقول لي جماعه ما رضوش باللي بيشرب استردوا باللي بتاجر. يا ولاد اسكت انا بنسجل صوت وصور. انا نمشي من شعبان. الاثنين. راجل عشان تسكت. ما تيجي تودابوني. سيب يابا. يا اخي ترمينا وانت اخذت عليه. صحيح والله. انت اللي هتصرف عليه. والله احنا. انت اللي هتصرفوا عليه. الواد جاب من الاخر. هل امر ايه؟ يعني لما يحصل لك كده. فهذا لما كان بيجي جدي بيقول لك لقامه. جاب معاك قد ايه؟ جدك ما بحاسبش. قلت لا لسه صغير هجيب تاني. تعمل يا محمد وقول حسابه قد كده ما مدكش لو ما ادكش ما اديك. ولا يا ساحر. بس ده انت رميت الحمار صح. ها؟ انت رميت الحمار صح يا اخي. هتروح فين من ربنا؟ ايش دريفين اللي ورا اهي. شوف شوف عامل ازاي. يا ابن افصل 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 شويه. ارفع الثاني يا عم يلا ارفع الثاني عشان ابوك زعلان. اكو على امك ده صار ايش فايده. ازيك يا غالي؟ الحمد لله والله. بس ولا هنرش عليه ولا هنعمل فيه حاجه كده 100 100 بالصلاه على النبي. واللي ورا كمان هم. اسحب يا شعبان امسك يلا بالصلاه على النبي. ربنا يبارك لك يا شعبان. اطلع كده اهو. اركب عليه كده. مالها دي؟ لا مش فيها حاجة.